هانا بونجور، صباح الخير عليكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. مقرر مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق أنهم يواصلوا التدريبات بدون راحة سلبية بعد الفوز أمس طبعا على البنك الأهلي بنتيجة 1-0. النهاردة تجمع الفريق كان الساعة 9 صباحا، والمران بدأ الساعة 10 صباحا، ويعني لسه مستمر حتى الآن. طبعا فوز أمس كان فوز مهم جدا، يعني النادي الأهلي رفع رصيده من النقاط ل37 نقطة، وكان فوز مهم قبل بقى المغادرة لكأس العالم للأندية عشان بقى يحافظ على فارق النقاط ويفضل طبعا متصدر جدول الترتيب. يعني بنتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم. ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة الطايرة. ورجال الماسترز النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق سموحة، المباراة هتكون الساعة 4 العصر على صالة استاد القاهرة، ده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان الفريق هيكون عنده مباراة غدا أمام فريق بتروجيت، المباراة غدا هتكون الساعة 2 العصر أيضا على صالة استاد القاهرة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم حتى الآن فازوا في جميع المباريات، بنتمنى لهم إن شاء الله إن هم يستمروا بنفس الأداء. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة السلة. ورجال كرة السلة بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة، المباراة القادمة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق المصرية للاتصالات ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. والحقيقة إنه أيضا رجال كرة السلة ماشيين بخطى ثابتة جدا في بطولة السوبر، فازوا في جميع المباريات، كمان الحقيقة بيقدموا أداء قوي جدا في البطولة. يعني آخر مباراة شفناها كانت أمام فريق طلائع الجيش وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 183، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء وأيضا يفوزوا في مباراة الجمعة القادمة. ننتقل بقى لكرة السلة سيدات، وامبارح كان تم الإعلان عن القائمة المبدئية اللي هتشارك مع منتخبنا الوطني، والقائمة كانت بتتزين بسباعي النادي الأهلي، اللاعبة ثريا محمد، اللاعبة رنيم الجداوي، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، نهى شتا، جانا الألفي، وحبيبة محمد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق مع منتخبنا الوطني، ونتمنى أيضا لجميع اللاعبات المشاركين مع المنتخب كل التوفيق. خلونا بقى أخيرا ننتقل للعبة كرة اليد. وسيدات كرة اليد أمس بيفوزوا على فريق البنك الأهلي بنتيجة 36-17 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني عملوا مباراة كبيرة جدا، كانوا مسيطرين على المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 15-5 والشوط الثاني والمباراة بنتيجة 36-17. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. كمان بقى خلوني انقل لكم انشطه اللجان، خصوصا ان احنا خلاص داخلين على الويك اند وبيكون في عدد من الانشطه في الويك اند. لجنه الشباب بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه بتعلن عن اقامه بطوله بادل تنس طبعا لعائله النادي الاهلي. البطوله ان شاء الله هتكون يوم 27/1، يعني يوم الجمعه القادم، بفرع مدينه نصر. البطوله بتبدا من 16 سنه، كل بقى الاعضاء اللي حابين يشاركوا يا ريت يتجهوا لفرع لاداره العلاقات العامة. كمان الحقيقة لجنة الطفل بالتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية بتعلن عن إقامة يوم ترفيهي للأطفال، هيكون يوم السبت القادم، يعني هيكون طبعا هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون بمشاركة 100 طفل من مواليد 2008 حتى مواليد 2020. هيكون طبعا يوم مميز مليء بالأنشطة. أيضا لكل الأعضاء اللي حابين يشاركوا يا ريت يتجهوا لإدارة العلاقات العامة ويسجلوا اسمهم، بيكون يوم مميز جدا. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطيه رائعه كالعاده منك زميلتنا العزيزه جدا هنا ابو القاسم، شكرا ليكي.